السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، أتمنى أن تكونوا بخير. كشفت تقارير إعلامية عن تشديد في تدابير الحجر الصحي من جديد في عاصمة البوغاز طنجة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية تدرس بشكل جدي إمكانية تشديد التدابير الاحترازية والوقائية المصاحبة للحجر الطبي، وأن الأيام المقبلة ستعرف عودة إغلاق جميع الأماكن التي من الممكن أن تشكل بؤراً للوباء، كما سيتم منع التنقل من جديد، بل وحتى غلق بعض الأحياء وعزلها عن بعضها البعض كما كان الحال في الأيام الأولى للحجر الطبي. وكشفت ذات المصادر أن استمرار حالات الإصابة بالشكل والعدد المعلن عنه يوميا بطنجة سيؤدي إلى الإغلاق الكلي للمدينة مع توقيف كل الأنشطة التجارية خلال الأيام القليلة المقبلة. وتبقى هذه مجرد أنباء تروج في كواليس السلطات المحلية ووسائل الإعلام، ما لم يصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن. تحياتي لكم وعيد مبارك سعيد، وإلى اللقاء.